الظروف بتتغير، وانت اكتر واحد فاهم ان شغلنا اهم حاجة في مراكز القوة. يعني الامور دلوقتي كلها في ايدين مروان وحسن، واحنا الرحمة عندنا، يبقى انطاطي شوية وما فيهاش مشكلة. لان انا بكلم نفسي ولا ايه؟ مالك يا ابني؟ ريم حامل عصام. ما هي ريم دي مشكلة. ألح، انت كده بقى لازم تاخدها تحت جناحك، وإلا كل اللي في بالك واللي انت مخطط له هيبقى خلاص دح. عايز الحق؟ اللي هو ايه؟ ريم كان عندها حق في كل اللي عملته، واحنا بقى غلطنا ان احنا بعدناها وهمشناها، لان هي فاهمه الامور كويس قوي، وعارفه ان عيله عبد الحكيم دي ما ينفعش معاهم غير ان احنا نقطع العرق ونسيح دمه، انما حكايه اللف والدوران دي ما تاكلش معاهم. انت السبب في كل اللي حصل ده عصام. على فكره انت كنت عايز تلم الدنيا كلها في ايدك وتحطها في جيبك، وكان عندك استعداد في أي لحظة تدوس على أي حد فينا لو حصل. عندك حق، أنا كنت عايز أعمل كده، وبصراحة مش أعمل كده بس، لا أنا كنت عايز أخلص منكم كلكم. الله، حلو قوي الكلام ده. أنت متخيل بقى بعد الكلام الجميل اللي أنت قلته ده، متخيل ممكن اثق فيك او احط ايدي في ايدك تاني؟ خلصت يا باشا. لازم تعمل كده يا عادل. عارف ليه؟ لان انا لاول مره ببقى صريح معاك، لاول مره مش هلف وادور واخطط من وراك يا عادل. انا المره دي كل اللي يهمني ان اخلص منهم، سواء انا بقيت الملك او انت الملك، مش هتفرق معايا. انا بقى تفرق معايا كتير. بالنسبه لنا لا، بالنسبه لنا مهمه قوي، تفرق قوي قوي يا باشا. وايه اللي يرضيك؟ هقول لك ايه اللي يرضيني. انت لسه من دقيقه وانت في نفس المكان بتاعك على كرسيك قايل ايه؟ ان الحياه بتعتمد على مراكز القوه، وعشان ترجع الثقه بيني وبينك تاني في حاجات كتير قوي لازم نعملها. لازم يبقى في تكتل وتضامن، ونبقى ايد واحده، ولازم نثق في بعض وما نبقاش قلقانين من بعض، لا انا ولا انت. وعشان كل ده يحصل محتاجين حاجتين يا باشا، وحاجتين مهمين قوي، قوة، ودي عندي وانت عارف الكلام ده كويس جدا، وفلوس لارجار كتير قوي. وانا تحت امرك، ايه اللي انت عايزه؟ مش اللي انا عايزه، اللي نتفق عليه يا عصام. طيب انا هعهدك ان انا معاك ووراك لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. حلو قوي الكلام ده. شوف بقى دماغك انت مودياك لحد فين عشان نتفق كده واحده واحده. ان احنا نزيح اي حد من طريقنا مهما كان. الله، حلو قوي الكلام ده. وفلوسك ترجع لك، وولاد عبد الحكيم يبقوا تحت امرك، مش كده؟ تحت امرنا احنا الاثنين، مش تحت امر لوحدي. المهم ان الملك يبقى حد مننا. صدقني يا عادل، أنا مش هتردد لحظة واحدة إن أحط إيدي في إيدك ونبقى واحد لحد ما نوصل اللي إحنا عايزينه، ولا إيه؟ إيه؟ أهلاً أهلاً عصام بيه. يا أهلاً. مش كنت تقول إن هو هنا؟ دلوقتي يفتكر إن أنا مش عايزاه في بيتي؟ لا لا لا، عادل باشا نفسه ما كانش يعرف إن أنا جاي. طيب يا عادل باشا، هنلتقي تاني قريب، سلام. بعد إذن حضرتك. اتفضل. مع السلامة يا عصام. الله يسلمك. خد بالك من نفسك. ما قلتليش الدكتور قالك ايه؟ بجد؟ يهمك قوي تعرف يعني صحتي أكبرها ايه؟ طبعا يهمني. مش عارفة ليه كده قلقانة منك وخايفة منك قوي. خايفة مني أنا؟ مالكيش حق.
بجد؟ ليه يعني؟ طبعا خايفة منك، خايفة تكون ما نسيتش اللي حصل. خلاص يا ريم، ما عادش ينفع. هو ايه اللي ما عادش ينفع؟ ما عادش ينفع أقزم ابني، خلاص خلصت. عادل، عادل يا بنتي، كل اللي يهمه دلوقتي ان انت تقومي بالسلامة وتجيبي لي ولي العهد، ولازم يتربى في وسط ابوه وامه، ما ينفعش يجي ما يلاقيش امه على وش الدنيا. يا سلام يا سلام على الكلام الحلو. اهو كلامك الحلو ده هو اللي بيرعبني اكتر. انت اللي دماغك مودياكي في داهيه. انت لو بتفكري بطريقه سليمه هتعرفي ان عادل ما بيرجعش في كلمته خالص. انت من ساعه ما عرفتيني عمري رجعت في كلمتي؟ طبعا لا. وبعدين انا اقتنعت بكلامي كريم وصدقتك لما قلت لي ان انت اتحطيتي في موقف مع مهدي قاتل يا مقتول، وطبعا اي بني ادم طبيعي يبقى عايز ينجب حياته، وانت اتصرفتي صح. وبعدين ناديه خلاص في السجن دلوقتي وهيتحكم عليها بالاعدام، فاعتبريني ان انا خدت حقي خلاص. وبعدين ايه تاني؟ اوكي انا مصدقك. عصام هنا كان جاي ليه؟ عصام خلاص اتجنن، جاي وفاكرنا اهبل عبيط برياله. عصام لما لقى نفسه اتزنق واتحط في كورنر مش عارف يفلفص منه، طلع على الناس بتوع بره بيقول لهم الحقوني انجدوني. قالوا له يا حبيبي انت في معركه، يا قاتل يا مقتول. عصام ينزل معركه لوحده؟ لا طبعا. فجه العادل ينزل مكانه، ولما عادل يكسب المعركه يقتلني ويخلص مني. انت عارفه عصام يبيع ابوه؟ عشان انا عارفه عصام بجد، وعارفه ان هو ملوش عزيز خالص، انا خايفه عليك، خايفه بجد. انت عارف هو عمل ايه مع نعيمه؟ باعها لحسن. بجد انا قلقانة عليك، خلي بالك من نفسك. ما تخافيش عليا يا حبيبتي، انا عارف انا بعمل ايه كويس. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان انت تاخدي بالك من نفسك ومن صحتك لحد ما تجيبي البيبي اللي زي القمر ان شاء الله. طل نظرة اشتكى من عينك خيالك والدجاج، وعيني قلبي وفكرنا. يا صباح الخير. يا صباح الفل. عامل ايه؟ الحمد لله. شكلك كده عايزة تقولي حاجة. هتعمل ايه في موضوع نعيمة؟ زينب، موضوع نعيمة مش في يدي. لا يا مروان، موضوع نعيمة في ايدك. انت ممكن تكلم حسن وتقوله نسلمها للبوليس والقانون ياخد مجراه. انا كلمته. طب تعالى نقعد نحكي. تعالي يا زينب. كلمته بأي طريقة؟ كلمته زي ما بتكلمني كده وقلت له خلاص يا حسن اهدى وننسى اللي فات وسلم الست للبوليس والقانون ياخد مجراه؟ مقدرش اقولك ده. اللي مات ولده واللي قتله في يده اقول انا ايه يعني؟